يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا ويبتدوا معانا اسبوع جديد. اهلا وسهلا بحضراتكم في السادسه. كلام كتير جدا وموضوعات كتيره جدا وفرحه الحقيقه هنفرحها في حلقه النهارده ونحتفل طبعا بابطال اليد في نادي الاهلي. بس الحقيقه لانه لكل مقام مقال، خليني ابدا مع حضراتكم كده بنقطه نظام. دايما ودي قواعد الحياه اتعلمناها في مهنتنا من اليوم الاول، الكلمه دايما امانه. وفي فرق كبير جدا لاي اعلامي الحقيقه وهو بيتكلم في انه يقول خبر او انه يكون بيحلل الخبر، زي بالظبط ما في فرق بين المعلومه الامر الواقع وبين وجهه النظر. المعلومه واضحه وصريحه لا تقبل الاسم على اتنين زي ما بيقولوا، ولابد فيها انه يكون فيها دقه وموضوعيه وامانه في نقل المعلومه دي. لكن وجهه النظر تحتمل التاويل والتفسير وقول فيها زي ما انت عايز. ومهم جدا واحنا بنسمع اي كلمه او بنسمع اي خبر او بنعرف اي معلومه نعرف السياق اللي جت فيه. يعني ما ينفعش نقول لا تقربوا الصلاه ونسكت، لابد ان احنا نقول لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. مهم جدا 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 وانتم بتسمعوا تصريح او انتم بتسمعوا شعار او انتم بتسمعوا خبر نفهم السياق اللي جه فيه، ده شيء في منتهى الاهميه. وعلى اي اعلامي بتناول تصريح معين لشخصية معينة إنه يشرح السياق اللي اتقال فيه عشان المعنى يبقى مفهوم، عشان المعنى يبقى واضح. كلام طبعا حضراتكم عارفين على الترند طبعا الظاهر وموجود على السوشيال ميديا، الأهلي فوق الجميع، والكلام الكتير جدا للأسف ما توضحش، ومش عايز أقول تم تشويه معناه بشكل أو بآخر، لكن طبيعي جدا أنا لما أقول إنه الأهلي فوق الجميع وأقصد بالجميع هنا أبنائه يبقى شيء مفهوم جدا وفي السياق. طبيعي جدا ان انا لما اقول الاهلي فوق الجميع واقصد هنا مثلا انديه مصر وافريقيا، طبيعي لانه الاهلي ببطولاته وانجازاته وارقامه في النهايه يبقى فوق جميع كل الانديه الافريقيه والانديه العربيه والانديه المصريه بارقامه وانجازاته وبطولاته ونجاحاته. لما يتقال ده والنادي الاهلي هو اكتر نادي قدم على مدار تاريخ الرياضه المصريه كلها رموز، ومش هبالغ لو قلت اساطير، أسماء كبيرة جدا، قمم، قيمة، وقامة، ونقول إنه الأهلي فوق الجميع، فوق جميع رموزه ونجومه وأبطاله وأساطيره، يبقى الكلام هنا منطقي جدا وطبيعي وفي السياق. الكلمة دي يمكن لما اتقالت وأطلقها واحد من رموز، ومش هبالغ لو قلت من الأسماء اللي بتمثل جمهور النادي الأهلي أسطورة كبيرة جدا، كابتن صالح سليم، رمز كبير جدا الحقيقة، قالها في سياق واحدة من عمليات الانتخابية في النادي الأهلي، واتقالت بمعنى أنه إعلاء مصلحة النادي الأهلي فوق مصلحة جميع أبنائه، وده شيء منطقي ومش بس منطقي وبديهي، لكن كمان خليني أقول أنه ده سر من أسرار تفوق النادي الأهلي، أنه حب وانتماء أبناء النادي الأهلي وغيرتهم على اسم النادي الأهلي وانتمائهم لكيان النادي الأهلي بيخليه دايما في مرتبة خارج المنافسة، ده شيء طبيعي. أما أنه يتفسر الكلام ده على عكس معناه أو يتاخد في سياق تاني في محاولة لتشويه أو الإساءة، مش هقول تشويه، للإساءة للنادي الأهلي وأبنائه، فأعتقد ده أمر مش منطقي ومش طبيعي على الإطلاق. لما بتكلم الحقيقة على اسم النادي الأهلي وبتكلم على قيمة النادي الأهلي، أعتقد أنها قيمة واسم يشرف بعيدا عن الانتباهات، يعني إذا اتكلمنا بموضوعية أعتقد أن الأهلي يشرف كل المصريين ايا كانت انتماءاتهم وايا كان، واحنا مش ضد انك انت تنتمي لاي كيان تاني، مش ضد تماما انك انت تشجع اي اسم او اي نادي تاني، لكن اعتقد لما نيجي نتكلم بموضوعيه انه الاهلي الحقيقه رافع راس مصر في كل المحافل، قاريه كانت او حتى عالميه، وبالتالي هو مصدر من مصادر الفخر. لابد انك انت كمصري تحس بفخر وبسعاده شديده جدا انه هذا الكيان كيان مصري، انه هذا الاسم اللي بيلمع وبينجح وبيسمع في كل انحاء العالم كان مصري، ده شيء مفترض انه يبعث فيك الفخر. لكن تحاول انك انت تشوه او تحاول انك انت تكسر او تحاول انك انت تسيء لاسم النادي الاهلي باستخدام يعني تلاعب بالكلام او تشويه للحقائق او اساءه تفسير، اعتقد انه ده منطق مش مقبول ولا مفهوم، وخصوصا لما تكون بتتكلم على قيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. ما اعتقدش انه في التاريخ، ما اعتقدش انه في التاريخ لو حبينا ان احنا ناكد
مفيش في التاريخ رئيس تولى مسؤوليه النادي الاهلي، تولى مسؤوليه رئاسه النادي الاهلي واساء للنادي.